ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مبنى محطة سكة حديدية في مدينة فولغوغراد في جنوب روسيا اليوم إلى 18 قتيلا ونحو 40 جريحا. من جهته أكد الناطق باسم لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين أن الانفجار الذي وقع في محطة السكة الحديدية في فولغوغراد نفذته انتحارية بالقرب من جهاز الكشف عن المعادن، مضيفا أن نظام الحماية في المحطة منع الإرهابية من دخول صالة الانتظار، مما حال دون سقوط عدد أكبر من الضحايا. وكانت مدينة فولغوغراد قد شهدت في أواخر أكتوبر الماضي انفجارا انتحاريا استهدف حافلة ركاب أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين.